الدكتورة سوسن كمال، تفضلي رئيسة اللجنة. شكرا معالي الرئيسة. مثل ما تفضل بعض أصحاب السعادة ووضحوا بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تقرر رؤيتها في الجمعية العمومية للغرفة، ويستطيع ممثلي الغرفة تبني رؤية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام مجلس إدارة الصندوق، فنحن لذلك رفضنا المقترح. وبعدين إضافة 3 أعضاء ممثلين عن المؤسسات الصغيرة يعد تمييز لهذه الفئة عن غيرها، رغم أن القانون الحالي قد حدد 3 أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم الغرفة التجارية، ومن ثم فإنه بدلاً من تشكيل جماعة ضغط داخل الصندوق يكون من شأنها أن تؤدي إلى التشرذم والانشقاق داخل المجلس، على أصحاب المؤسسات الصغيرة الضغط الداخلي في داخل الغرفة لتقوم بترشيح من يمثلهم في الصندوق. أما الأخذ بالاقتراح فمن شأنه أن يجعل زيادة عدد التجار في الصندوق إلى 6 أعضاء من 12 عضو، وهو ما ينقل الغرفة التجارية إلى الصندوق، ويجعل الصندوق صندوقاً للغرفة وليس صندوقاً للعمل كما استهدفه التشريع. شكراً لك.